في مؤشر خاص بالأسواق الناشئة يخص السنة الحالية احتلت المملكة المغربية المرتبة 17 من أصل أفضل 50 دولة، ما يجعلها من أكثر الأسواق الناشئة تنافسية على مستوى العالم نتيجة توفر بيئة حاضنة لممارسة الأعمال. ووفقا لهذا الإعلان تصدر المغرب التصنيف مغاربيا وأفريقيا فيما حل في المرتبة 6 على المستوى العربي. للمزيد تنضم إلينا هنا في الاستوديو الزميلة أميمة سبيلة. أميمة أهلا بك. أهلا بك نوفل وأهلا بمشاهدينا الكرام. أميمة، أكيد هناك معايير عدة استخدمت من خلال هذا المؤشر لأجل تصنيف المملكة المغربية في هذا التصنيف على المستوى المغاربي والأفريقي وأيضا عربيا حتى هو مرتبة مشرفة، أي عوامل ربما جعلت المملكة تحتل هذا التصنيف؟ بالفعل نوفل، تصنيف آخر يضاف إلى التصنيفات العالمية التي تبوأ فيها المغرب مراكز متقدمة، ومن بين هذه العوامل الإصلاحات التي قامت بها المملكة في مجال ممارسة الأعمال وأيضا دعم القطاعين العام والخاص. أهلا بكم. احتلت المملكة المغربية المرتبة 17 من أصل أفضل 50 دولة في مؤشر أجيليتي اللوجستيكي للأسواق الناشئة لعام 2021 بعدما حصلت على نقطة إجمالية قدرها 5.17، ما يجعلها من أكثر الأسواق الناشئة تنافسية على مستوى العالم نتيجة توفر أفضل بيئات ممارسة الأعمال. وبذلك تصدر المغرب التصنيف مغاربيا وإفريقيا وحل في المرتبة 6 عربيا. وتقدم المغرب على كل من جنوب أفريقيا التي احتلت المرتبة 24 وتونس التي جاءت في المرتبة 31 والجزائر وإيران وليبيا. وتقدمت المملكة بمركز واحد بالمقارنة مع الموسم الفارط المتزامن مع الطارئ الصحي العالمي تبعا لمؤشر دولي المشكل من 3 مؤشرات فرعية لتقييم اقتصادية البلدان، أولها سوق الخدمات المحلية التي نال فيها المغرب نقطة 4.59 ليتبوأ بذلك المرتبة 34 من حيث ترتيب الفواعل ضمن هذا المؤشر الفرعي. ومنح التقرير المغرب نقطة تبلغ 5 في المؤشر الفرعي الخاص بأفضل الفرص اللوجستية الدولية، ومن ثم فإنه يصنف في المرتبة 15 على صعيد الترتيب العالمي فيما نال نقطة إجمالية تصل إلى 6.70 من حيث أفضل الدول في ممارسة الأعمال، متفوقا بذلك على 41 دولة ضمن المؤشر الفرعي. ويقوم المؤشر الذي يصدر هذا العام في نسخته السنوية 12 بتصنيف 50 دولة حسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستيكية ووكلاء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين، على أساس أن أجيليتي تعد شركة خدمات لوجستية عالمية رائدة في مجال الاستثمارات التقنية لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد. وتصدرت الإمارات العربية المتحدة ترتيب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد احتلالها المركز 4 عالميا، متبوعة بالمملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز 6 عالميا، تليها قطر التي تبوأت المركز 9 عالميا، فعمان التي صنفت في المركز 14، ثم البحرين وفي المركز 15 فضلا عن المغرب. وأشار استبيان أجرته شركة دولية شمل أكثر من 1200 من مهنيي قطاع سلاسل الإمدادات للوقوف على آرائهم حيال التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 إلى أن 44.7% من المشاركين يتوقعون تعافي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2021، بينما قال 38.9% إن تعافي المنطقة لن يحدث حتى 2022 أو 2024.